قضية المولد هل هي أهم من قضية تحكيم القوانين الذي هي كفر والذي هو معمول به في كثير من البلاد الإسلامية؟ ما رأي سماحتكم في ذلك؟ تحكيم القوانين مجرد أيضا وكفر أكبر يستحله أحد حكم الأوضاع والتقاليد التي وضعها الرجال واستحل ذلك فقد كفر، وإذا فعله من الاستحلال فقد أتى منكرا عظيما ونوعا من الكفر الأصغر والظلم الأصغر. ولكن هذا مستمر، إنكاره مستمر. وأما الموالد تدور كل سنة، تدور كل سنة باسم الدين فوجب إنكارها. وأما ما يتعلق بالأوضاع التي هي تحكيم القوانين فأمرها أوضح للناس، يعرفون أن منكرها وأنها باطلة وأنها شر عظيم، ولكن لا تزال الدول مصرة عليها، ونسأل الله أن يهديها ويردها للصواب.